السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه النهارده؟ فيديو بابجي برده كالعاده. اهم حاجه قبل ما نبدا الفيديو تصلي على النبي ويلا بينا على الفيديو يا رجاله. النهارده هلعب انا واخويا ايرانجل او سان هوك. لا نلعب ايرانجل عشان ان شاء الله يكون الفيديو حلو يعني معاكم. نلعب ايرانجل كده هنبش وحوار. تمام يلا بينا يا جدعان هنبدا نختار ولا يلا بينا نلعب ايرانجل يعني. يلا ايرانجل يلا بينا. بص بقى اللايك الحلو بتاعك وسبسكرايب احلى مسا عليك. خليك معانا. طبعا يا جدعان انا غيرت المكان اللي بصور فيه عشان مش عارف بس هو انا غيرته خلاص كده. يا جدعان احنا اهو ماشي نلعب بقى ان شاء الله ونكسب لنا جيم النهارده. عشان انا في الفيديوهين اللي فاتوا ما كسبتش ولا جيم وشكرا على دعمكم في الفيديو اللي فات. فايه الفيديوهين اللي فاتوا ما كسبتش ولا جيم فهل المره دي هكسب؟ هل هكسب؟ لو هكسب يا اسطى اكتب لي في التعليقات ان انا هكسب، لو هخسر اكتب لي ان انا هخسر. وي يلا بينا. الجيم فاضل له 27 دقيقه ويبدا. جدعان بص يا جدعان بقى انا جالي اللبس اتنين لا دي استنى جالي اللبس دي مام وجالي اللبس وجالي سكن الدي بي وجالي عربيه داسيا من سيزون 6 وجالي اس ال ار وجالي سكن سكار. يا جدعان انا خلاص انا اصور كل يوم فيديو خلاص. بس اللعبه بتقول لي صور كل يوم فيديو على طول. طب مصور كل يوم فيديو عشان اللعبه منكره لازم اصور كل يوم فيديو. طبعا يا جدعان اخويا معانا في الجيم نلعب وقاعد قدامي بس مش هينفع تشوف وشه. يا رب اول على الطياره. انا مش موجود على الطياره. الله شكله جيم حلو قوي مسك فاشن يعني الواد عايش حياته. الواد مسك فاشن ايه هنموت اول ما ننزل. يلا حاويات يلا حاويات 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 ولا اقول لهم حاويات ما قالوا ليش حاويات. بص بقى يا جدعان اخويا دلوقتي عامل فيها ايه ان هو لعيب تمام. فلو هو لعيب فعلا اللي هو بقى لعيب فعلا هنكسب الجيم ده. يلا انا بعصبه بس ماشي. بص بقى يا جدعان كده في اخر الفيديو هنلعب روم انا ضد اخويا كده هنلعب روم كده ضده. يلا يا جدعان اهو نزلنا معانا ناس بلاش هنا لم تظبطوا معانا. متت الناس في المستوى ده حلو قوي. فين السلاح؟ ارجع اول على الطياره. الكام ده كان على الطياره يا جدعان موته. عاش اخواتي بطل. عاش يا رجاله والله. ده واحد من على الطياره تركي. خلي بالك عشان الحاويات كلها غدر. انا رحت المستوى انا رحت الحاويات اللي قدامنا امشي. خلي بالك عشان هنا قليل وممكن اعنق. بصوا بقى يا جدعان لو الجيم ده كسبته عايزين 50 لايك. لو كسبت الجيم ده 50 لايك 50 لايك بقى عشان انا تعبت في الجيم. لو ما كسبتوش 50 لايك برضه. 50 لايك والله هو كده انت هتديني 50 لايك هتديني 50 لايك. في ناس ولا ايه؟ يلا قول لا ده في ناس من ورا. في ناس في الحاويات اللي قدام المستودع ها؟ اوه مطور. يلا يا جدعان بس نعيل عشان ما نموتش. الواد مطور يا جدعان مطور. جبته؟ يا ابن اللعيبه. عاش يلا. البنج عالي البنج عالي. ده بنج عالي. فين اللي جابك؟ جبته يا لهوي. جبت واحد معاه ام سيفين
بقى اعمل ايه؟ معيش ايل. اوف انا موت. اجي لك ازاي؟ لا هو يا جدع الواد هي صح وتعالين احاول الف لك من ورا كده واجي لك. يا جدعان مش عاوز اخسر اول جيم. صح صعب صح صعب. تعالى بس جمد قلبك وتعالى. جبته تاني. جبته تاني يا جدعان. ارمي طلع. يا جدعان ده قول لي صحيني. العب بس جنل دوس ريدي يا جدعان. بصوا الجيم الاول مش محسوب، الجيم الثاني هو اللي بيتحسب، يعني من اول الجيم هتحسبوه عشان الجيم اللي فات احنا متنا من الضحك. ما متناش من السلاح، احنا متنا من الضحك حرفيا يا جدعان. انا مش عارف اعمل ايه مع ده واحد بوت ما بيعرفش يلعب. بس انت جاي بوت ليه؟ جبته غدر تقول لي جاي مسك في شنو؟ البنج عالي. بص بقى يا معلم، انت دلوقتي هتنزل تحت كده تلاقي زرار اشعارات كده، هتلاقي بتاع كده عامل زي الجرس، ماشي؟ هتدوس على الجرس ده يا معلم. بعد ما تدوس على الجرس ده يا معلم هتشوفني بقى تاني، يعني دوس على الجرس يجي لك اول ما انزل فيديو يجي لك اشعار ان انا نزلت الفيديو، تمام يا برنس؟ بس كده يا برنس. والجيم اللي فات مش محسوب عشان هو اخويا هو اللي موتني، عشان عادي يقول لي صحيني وانا جبت الواد، كنت عايز افنشه وهو كده بس. تمام كده يا اخواتي، وادي تاني محاولة. اول محاولة عشان تاني اول واحدة ما بتتحسبش. يبقى دي ايه؟ تاني واحدة عشان نبقى انت في القلب يا اسطى. سبسكرايب يا اسطى النبي. هننزل حاويات تاني يا جدعان. يلا حاويات، احنا نزعل من ايه؟ من حاويات نزعل منها تجيلك تاني، تزعل منها تجيلك تالت برضه، ما بتخلصش. يلا يا رب جيم حلو، يا رب جيم حلو. يا رب جيم حلو. هننزل في الثلاث مستودعات، عشان الثلاث مستودعات بيبقى فيهم لوت حلو. ممكن انا نلعب ثلاث جيم النهارده، لعبنا يعتبر ده اول واحد عشان ما حسبتش. بص بقى، هو نزل على الحاويات، احنا ناخد، انت تاخد ده وانا اخد ده. يلا عشان مش كل واحد يبقى كله معاه نفس اللوت، ما لقيتش سلاح. لو لقيت سلاح اتقسم معايا الاسلحه، ده انا اخوك. بس خلاص يا جدعان، لقيت سلاح اهو حلو قوي. بايزون، انا معايا البايزون اللي بيتطور يا جدعان، انتوا متعرفوش ولا معايا بايزون وبيتطور كمان. يا جدعان السيزون الجاي اول السيزون هعمل لكم فيديو تفتح السيزون. يلا 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 يلا، عندي تعالى لي يا برنس. اوه تعالى لي، عندي سلاح ليك، تعالى. ملحقتش اسرق منه الكيل. بس يلا بقى نروح على الناس.
تمام يا جدعان، انا كده جبت واحد اهو. عاش، يلا يلا معاه مع اصحابه، مع اصحابه. سيبوني ده، ارجع 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 ارجع. الشرجانه كده جبنا اتنين اهو يا جدعان، دول سهلين جدا، ايزي بيزي. الواد لعيب يا جدعان، اسمه يوتيوب هاجي. هل ده يوتيوبر؟ انا لا اعلم، يا رب يطلع يوتيوبر يا جدعان. كان في ناس هنا، كان في ناس هنا. ايوه هو ورانا، معاه بايزون برضو. تيجي نبص عليه ونشوف بايزون قدام بايزون مين اللي يكسب. ما هو بايزون من الاثنين هو اللي هيكسب اكيد. يا جدعان لو خدنا الجيم ده لايك وسبسكرايب بقى من قلبك، عشان الجيم اللي فات انا قعدت اقول كده وما خدتهوش في الاخر. تعالى تعالى لي، تعالى لي عشان ابص. انا ماشي باتنين اس ام جي، فتعالى لي عشان لو طلع لي واحد انا الى الله. مام يا جدعان تعالى لي، لالي لالي. في ناس هنا، تعال عندي 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 عندي. كان في واحد في المستودع في الحاويات دي، ما اعرفش كان في واحد في الحاويات دي. ها ما بيبقوا. عرفتك 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 وشفتك وهجيبك. انا شفت، انت شفته؟ ايوه هاكر، انه هاكر. هاكر ايه يا ابني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هاكر هاكر. معايس كيس، بقولك ايه، معاك سموك؟ لا انا عاوز ابشله. بقولك ايه، يلا خلي بالك يا عيب. ها داري لعيب جامد، لعيب جامد. ارجع يلا علو بابي. انا راوي البوتات بتاعتي. مش اهو يا جدعان، مشيت عليه بشاية عنيفة، بشاية عنيفة، بشاية عنيفة طبعا منها نك. عشان ايه اللي قدامك؟ مش اي حد قدامك حصون. ايه ده؟ هولي شيت، رجاجين. فين بقى عشان ما اعرفش؟ جبته جبته بسرعة بسرعة. جبته يا جدعان قوي. الواد ده ايه ده يا ابني؟ صحيح انا بديك بالبوكس بقى يا جدعان. اسطورة، انا اسطورة، انا اسطورة، انا عبارة عن اسطورة.
هو ده الجيم ولا ايه؟ هو ده الجيم الفوز ولا ايه يا جدعان؟ هو ده جيم الموت. وفي هذه اللحظة حسن سيمسح اللعبة بسبب الغدر اللي بيحصل له. يا جدعان ده يا جدعان كله بسببك انت، كل يوم انت اللي بتموت، اول ما باجي اعرفك بموت. يا ابني هو اللي هو اللي جابنا وعرفنا وجابنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله سبحان الله. بص بقى يا اسطى الجيم ده رايق، الجيم ده انا حاسس انه هيبقى رايق عشان هو انا رايق زيه. فالجيم ده لو مش رايق انا هروق له. بس المشكله ان انا كل يا جدعان كل ما اجي بصحيه بموت. يبقى انا اعمل اسيبه يتفنش بقى، انا اسيبه يتفنش بقى جدا. اسيبه يتفنش هموت برضه. يلا بقى مطار 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 مطار. ايوه الام 7 ده يا جدعان. بصوا الام 7 ده انا نفسي فيه، اقسم بالله الام 7 ده لو جالي ياه. الام 7 ده اسطوره جامد قوي. بص بقى رايق عشان انت رايق وانا رايق وكلنا رايقين. ف لايك بقى لايك بقى عشان مش هيعمل لايك بقى زعل من الحلقه الجايه. بص يا جدعان بص بقى بص انت هتكتب تعليق حلو وانا هطلعك ماشي. يعني هتكتب تعليق حلو في وسط الفيديو كده هتلاقي اسمك والكومنت بتاعك. مش هرايق مش هرايق. بص بقى يا جدعان احنا هنلعب لعب تاني غير بابجي. مش بابجي بس، فانا ممكن العب ماينكرافت. يعني في امكانيه ان انا العب ماينكرافت بس مش موبايل، ماينكرافت البي سي. ممكن العب ماينكرافت البي سي. في امكانيه ان انا العب معرفش بقى معرفش معرفش. ممكن العب لعبه ايه تاني؟ بصوا لو في لعبه انتوا عايزين نلعبها اكتبوها في التعليقات. بس في لعبه انتوا عايزين نلعبها اكتبوها في التعليقات. ممكن نلعب لعبه بين اند، ممكن نلعب لعبه كرييتيف ديستراكشن. بس هي دي الالعاب اللي عندي ممكن العبها يعني متوفره من عندي ممكن العبها. اختار بقى انت لعبه من دول وانا هقول. ممكن نلعب روبلوكس يا جدعان، ممكن نلعب امونج اس. ان شاء الله انتظروا مني العاب حلوه قوي الفتره الجايه. في العاب حلوه قوي الفتره الجايه مني انا. امونج اس، ماينكرافت، روبلوكس، دول تلات العاب كده هنلعبهم مع بعضينا ماشي. بس كده يا جدعان. يلا بقى يا جدعان هناخد السي 1 في مطار وان شاء الله هنكسب. انا بقى متفائل مجد من ده، متفائل بيه. نزل 2 على 3 على السطح، والسطح اللي هناك مملي. ده انت كنت هموت بمسدس. واحد عندك واحد عندك. خد بالك انا عاوز هيل. ايه الرندر ده؟ عاوز هيل. لو في حد ضربنا عليا طلقة هموت. عاوز سلاح انت؟ تعالى. هات 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 انا ادخل خد اليوم بي وهات التنين. احميني بقى. بص بس يا جدعان انا عيل واطلع بوش. انا لو خدت طلقه من اي واحد هموت. عش يلا
عايش عايش، خايف اطلع اموت يا لهوي. بصوا يا جماعه احنا نلعب جيم ده موتنا فيها، نلعب جيم كمان ماشي؟ عشان مش عارف احنا بنموت كتير قوي، احنا بنموت كتير قوي يا شباب العلم، بنموت كتير قوي 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 تقريبا. يعني انا اكتر واحد بموت في اللعبه دي بعد ابو فله، يعني ابو فله اكتر واحد بيموت. ابو فله انت حبيبي، انا بهزر معاك ابو فله. بص بقى رايق صح، لو بص انت ممكن دلوقتي تكتب لي تحدي اعمله ببجي، تعدي الشوتجن، عدي 20 كيل، عدي 30 كيل، 50 كيل، ايه لا مفيش 50 كيل. معايا معايا محمد معايا. انا استنى انا عايز امسك سطح البيت ده. امسك سطح البيت وهيل بقى. ستر رجلين في الشارع، حد في الشارع، فين في البيت ده؟ علوبي اللي في البيت ده مات مات. في ناس في البيت ده، في واحد في البيت ده. يلا ايوه ما انا عارف، هات الهيل، هات الهيل، هات الهيل يا ابني. بس يلا لا لا استنى ابدا استنى بقى، في واحد اهو عارف يا عم، موته فنشه. في حد تاني باين مقفل عليه؟ لا مفيش، رجعتهم على اللوبي يا جدعان. يمين يسار اليها باختصار باللوبي طبعا. يلا 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 على الناس، يلا يلا يا عم احنا عايزين نمتع الناس، جيم روعه. خلاص انا معايا خدت ايه وكل شويه. ست رجلين عندي، حصلت حصلت. في واحد على السطح فوق، عندي السطح ده. اه لا ده انه البوت الكبير، حلقة اسمها البوت الكبير. كل جيم انا بطلع باربع كلات هو اللي بيخسرني. يعني انا مش عارف يا جدعان بصراحة دلوقتي اقول لكم ايه، انا دلوقتي مش عارف اقول لكم ايه حرفيا. ده واحد واحد كل جيم اجرف واموت، اجرف واموت ماشي، اجرف واموت ماشي يا معلم، اموت انا يموت برضو. لا انا مش عارف، انا مش عارف. طب بص بقى يا معلم، انا هعمل لك تحدي ماشي، الفيديو الجاي لو الفيديو ده جاب 10 لايكات، الفيديو الجاي هنعمل تحدي الفلفل، كل موته في فلفل. يلا بقى، ده غير الروم اللي في اخر الفيديو هنلعبها انا ضده. بقول لك لو انت خسرت في الروم بتاعت ده، الروم دي لو خسرت فيها انت هتعمل تحدي، التحدي بتاع كل موتة بتاع كل موتة، انت هتعمل تحدي بتاع كل موتة فلفل ماشي، وهتلعب على العباد ماشي. ست صوابع ماشي. يلا بقى هم انا جدعان، لو عايزين فيديوهات كتيرة انا واخويا دوس لايك بقى، اكتب في الكومنتات برضه. هلا هننزل مطار تاني ولا ننزل بسكول بقى؟ خلاص بقى سكول بقى.
يلا مطار. لا اسكول مطار. انت اول طياره اسكول. الناس الطياره مطار و يا عم ماشي يلا يلا سكول يا شباب. ننزل بيوت سكول عشان بيوت سكول ليها اهميه اكتر من سكول. اما لو ببجي شالت سكول احنا عادي هننزل بيوت سكول. واتمنى ان سكول تتشال اصلا لان هي يا جدعان ما حدش بيعرف يلعب فيها اصلا. بس انا بلعب فيها بس مش عايزه تتشال. بس عايزه تتشال ازاي انا ما اعرفش. يلا يا جدعان يلا. الله يا شباب يلا يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب. الله الله البرشوت بيرقص بينا يا جدعان. ده بداية مبشرة للجيم. اتنين على السطح. ما احنا هناخد البيت ده. متنا 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 لما تظبطوا معهم. ايوه سكار البنج البنج يا جدعان. شركة وي شركة وي حرام عليكو شركة وي حرام عليكو. انا بصور ودي يا جدعان معاناتي مع شركة وي. هو ده اللي بيحصل والله. نزل الكار. لو مت الجيم ده هعمل لقطة. هموت بلقطة. هموت متى على الأقل بلقطة. ايه ده عندنا تحت ده ولا ايه؟ اه بس اصبر اصبر يا خالق يا عم كنت عايز اعمل عليه لقطة. بقيت اعمل على البوت وده بوت؟ في سكواد يا ابي ارجع. ما انا عاوز ادخل كلمتي. لقطة يا جدعان. يا لهوي عملت عليه لقطة بكار. الواد التاني التاني مش هما كانوا اتنين؟ انا بقى عملت عليه لقطة. اهم يا ابني مجدش مين؟ انا هجيبك لقطة يعني هجيبك لقطة يا جدعان. عملت عليه لقطة يا جدعان. بس لقطة جامدة بصراحة. لقطة جامدة بصراحة. حد تاني؟ جدع. بصوا بقى يا جدعان احنا بندور على الناس مش لاقيين. بندور على الناس. فضل 72 واحد في الجيم. تمام يا جدعان. بقول لك ايه يلا نروح نلاقي عربيه. يلا يلا نمشي. يلا نروح نروح يلا نروح بوشينكي بوشينكي لينكي بوشينكي فين؟ انمي انمي سيبو سيبو يا خرتيت. انا عاوز سكوب. لو معايا سكوب خلي بالك عشان هنوك دلوقتي. يلا هو يا جدعان لو كسبنا الجيم ده كل جيم بنقول هنكسبه ومشكلة. او ماي جاد يا وي اوف اوف جبته وانا مش شايف اي حاجه تشوت. او ماي جاد يا لهوي انا الصراحه نزلت. لا يا اخواتي جبت مش عارف جبته ازاي. بوت استنى نعمل على البوت لقطه. خلاص بقى نسيت.
ده مش بوت صح؟ ده الواد قدامي. يا جدعان انا حامي اللقطة. بص بقى بص والله العظيم دلوقتي هفتح صندوق هفتح صندوق ماشي. بص بص بقى يا جدعان في اخر الفيديو هفتح صندوق. انا قلت لكم هعمل الروم ضد اخويا هنعملها دلوقتي ماشي. بس هفتح صندوق دلوقتي معاكم بحظكم كلكم بحظ كل اللي بيتفرج عليا دلوقتي. لو جالي حاجه حلوه يا جدعان هنلعب الروم لو جالي حاجه وحشه مش هلعب الروم. وريني الشاشه بقى. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. احلى حاجه في لعبه ببجي ال 30 سيلفر ال 30 سيلفر.